لازم اعمل الماموجرام اللي هو يعني في فحص خاص انه للثدي نعمل كل سنه. الفحص عنق الرحم يستمر الحقيقه لحد 60 سنه او 65 سنه، فالفحص الماموجرام يعني يستمر حتى ال 60 او ابوف، يعني حسب انه نشوف بالنسبه للنساء بصوره عامه كفحص دوري. طبعا اذا عندهم مثلا تاريخ بالعائله الفحص الماموجرام ممكن يكون قبل 40. الكوليسترول والفيتامين دي عادة وراء 40 تبدي مشاكل قليلة بالنسبة للنساء، وخاصة إذا عندهم همينة بالعائلة إنه فتستري إنه عندهم الكوليسترول عالي، فالمفروض يتشيك روتيني كل سنة. بس طبعا هي تعتمد على الانديفيدوال، على كل مرة بالنسبة يعني وضعها.